بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في صباح الشروق دائما نهديكم صباحا باسما عطرا ومقبلة لا ترى في غيركم بدلا. أهلا بكم وصباح مشرق دائما بانضمامكم ومتابعتكم لصباح الشروق اللي بكون معكم على مدى ساعتين من الزمان وعديد من الفقرات المميزة في انتظار حضراتكم. أيضا عدد مقدر من الضيوف الأعزاء بينضموا لنا دائما تباعا ونجلسهم بقربنا في استوديو صباح الشروق عشان ما نشوف معهم عدد من المحاور المميزة. أسعد الله كل صباحكم بالخير، صبحكم الله دائما بالخير والبركة. سعيد بعد فترة يعني أنه يعود معي أو أعود أنا ونعود لنعمل معا أنا وحمزة. صباح الخير. أهلا وسهلا يا حسام، كيف الحال؟ صباح الله طيب. صباحات النادية دي حنقول لكم صباح مشرق عنده أمل، يعني في كل صباح في أمل جديد رغم مشاهدين الفترة اللي بنعيشها الآن الحرية، إنه صباحات النادية دائما بتبدأ بوجه مشرق، تبدأ الصباح صح عشان تكمل باقي اليوم صح. الصباح يكون محفز لباقي اليوم يا حمزة. بالضبط كده. والأمل طاقة إيجابية تدينا مقدار كبير جدا عشان ما يكون في عمل ويكون في بناء لمستقبل مشرق لوطننا ان شاء الله. بالضبط كده، لكن الإشارة الأكبر بما انه نحن بنعيش في ظروف حرية جدا ونتمنى انه نخرج من هذا النفق المظلم اللي مر طويلا على السودان بإذنه تعالى، لكن دعونا صباحا نتوحد نكون يد واحدة نبني هذا الوطن، لأن بناء الوطن يأتي من بناء الإنسان نفسه. معاكم نرسم صورة الشروق الصباحية من خلال لحن الصباح ومن ثم نعاود.
Christmas.